بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات أهلا وسهلا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله راح نتناول فيه اللغة العربية بحول الله. راح نكثف لكم النشر في هذا يومين إن شاء الله قبل الامتحانات بأن نحاول نغطي كل المواضيع. إذن نقول بسم الله أخواتي ونبدأ. إذن النص كالعادة والتمارين تجدونها بالموقع أخواتي، اللي تحب تروح تزور الموقع تزور الموقع، يحلو التلميذ ثم نعود للتصحيح. إذن ماذا لدينا؟ في يوم من الأيام قصد بلال المدرسة دون أن يتناول فطور الصباح، وعندما خرج في المساء شعر بالجوع فاشترى شطيرة مكشوفة في الشارع وقال: الشطيرة لذيذة سأتذوقها. بعد ذلك شعر يأكلها، وبعد وقت قصير شعر بألم شديد في معدته. بات بلال متألما، وفي الصباح الموالي ذهب للطبيب للفحص. وهناك نهاه الطبيب عن تناول الوجبات التي تباع في الشارع، كما نبهه لضرورة تناول فطور الصباح لما فيه من فوائد للصحة وللجسم. إذن لدينا أسئلة الفهم: لماذا شعر أمين بالألم؟ عما نهاه الطبيب؟ لماذا شعر أمين بالألم؟ بلال وليس أمين. هنا لدينا بلال لماذا شعر بالألم؟ شعر لأنه تناول فطورة مكشوفة في الشارع، ولأنه أيضا لم يتناول فطور الصباح. عما نهاه الطبيب؟ نهاه الطبيب عن تناول الوجبات التي تباع في الشارع. إذن لدينا أضداد الكلمات، الكلمة وضدها: أنهى، أمره، مغطاة، وأضرار. لدينا أنهى ماذا؟ أنهى، نقول أنهيت واجبي أو بدأت. هنا في النص ليست لدينا كلمة بدأت، لدينا شرع ولا بدأ. لدينا أيضا كلمة أخرى مطلوب: أمره، أنا آمرك أن تؤدي واجباتك، وأنا أنهاك عن الكتابة في الشارع. الأمر عكسها النهي، إذن لدينا هنا نهاه. إذن أكتب هنا أنهى شرع، وأكتب هنا أمره، نهاه. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا مغطاة، ماذا نقول؟ شطيرة مكشوفة. إذن مغطاة مكشوفة. أخواتي راني أجيب على أساس أن التلاميذ راهم راحوا للموقع وجاوبوا، لذلك أنا أجيب مباشرة. أضرار، فوائد أو منافع. فوائد، هنا ما عندناش منافع، عندنا فوائد. إذن ماذا لدينا أيضا؟ أسئلة اللغة: استخرج فعل الماضي حرف جر أخوات كان جمع مؤنث سالم جمع تكسير. نذهب إلى النص. إذن لدينا حرف الجر في، لدينا عن أيضا حرف جر، من حرف جر. هل أن هنا أين هي أن؟ أن حرف جر، أن ليست من حروف الجر. إذن حروف الجر اللي يحب يرجع الفيديو يرجع للفيديو بس تأكدوا منها. عندنا فعل ماض، ماذا لدينا؟ قصد فعل ماض. يتناول هنا فعل ماضي أو مضارع؟ هنا لدينا فعل مضارع، وأعتقد أنه الفعل المضارع الوحيد هنا في النص. لا لدينا نعم هو يتناول هو الفعل المضارع في النص. لدينا قصد فعل ماض، لدينا اشترى فعل ماض أيضا، هذه أفعال ماضية. ماذا طلب أيضا؟ طلب منا جمع تكسير. ما عندناش كثيرة جمع تكسير، هنا لازم تقرأوا مليح. لدينا الأيام، الأيام جمع يوم وهي جمع تكسير.
ايضا جمع مؤنث سالم ما عندناش كثير، عندنا وحدة الوجبات، الوجبات جمع تكسير ما عندناش وحدة فقط، طه الجمع اللي هنا جمع المؤنث السالم هي اللي عندنا وحدة. ماذا لدينا ايضا؟ ماذا طلب منا؟ نعم اخوات كان، عندنا اخوات كان. ماذا لدينا؟ لدينا بات، بات، بات من اخوات كان، بات من اخوات كان. اذا هنا لا داعي لكتابتها لانه مزلنا الكثير من التمارين. اذا ننزل هنا، حول الجملة بات الطفل متألما الى المثنى. احنا قلنا قبل ما نبداو التحويل اول حاجة نشوفوها وش هي، هي اذا كان فعل نشوفو زمن الفعل، ونشوفو ايضا ضبط الشكل، نشوفو الشكل اخر الكلمات، حركة اخر الكلمات. اذا بات الطفل عندنا ضمة وعندنا فتحة، بسيطة. اذا ماذا نقول؟ نقول بات الطفلاني، الطفلاني متألم. ماذا نقول؟ متألما، نرجعها متألمين. لماذا؟ لأنه قلنا الضمة نحولها في المثنى إلى ألف ونون، الفتحة والكسرة نحولهما إلى ياء ونون. بات الطفلين متألمين. هنا ماذا لدينا؟ صرف الفعل في الأمر واضبط الشكل. تناول، هذا هو الفعل. فطورك، أنا الآن حنصرف تناول في الأمر. كتب الدرس، حنصرف أيضا فعل كتب في الدرس. إذا تناول فطورك، هنا ماذا نقول؟ قولوا تناول، تناول، تناول. هنا قلنا اضبط الشكل، اضبط الشكل. إذن هنا وش عندنا؟ عندنا سكون، فعل الأمر يكون بالسكون، عليه سكون. لاحظوا هنا أبنائي، لاحظوا هنا وش راح نقوله؟ كتب الدرس، نقوله أكتب الدرس، أكتب. لاحظوا أبنائي لما نقوله أكتب الدرس، هل هي سليمة في النطق؟ هل هي سليمة في النطق؟ اكتب الدرس، هي لازم تكون اكتب. لماذا؟ لانه فعل الامر تكون فيه سكون. لكن هنا لما توجد دائما اللي وراء فعل الامر الف، الف ولام، هذه السكون. على ذلك لكم اضبط الشكل، هذه نرجعوها ابنائي كسره، نرجعوها كسره باه نحيو الثقه اللي وراكم عاملينها في الكتاب، راكم عاملين هذا الدرس. إذا أبنائي في الصفحة 52 عندكم مثالين، عندكم راجع دروسك، وعندكم احذري الكذب. هنا ما قلناش احذر، قلنا احذري. لماذا؟ لأنه الكذب، أعيد، هنا فعل الأمر، هنا تكون عليه مع أنت، تكون عليه سكون. لكن لو وجدنا ال الكلمة اللي بعده ال، لازم هذيك السكون نرجعوها كسرة. ببساطة هنا لدينا هاتي جمع الكلمات، كل هذه الكلمات تناولتموها خلال الدروس. ماذا لدينا؟ الريح، الشهر، فصل، موج، بذرة. هذه نخليها لكم أبنائي لأنها كامل تناولتوها. ماذا لدينا؟ الشطيرة التي اشتريتها لذيذة. هنا قلنا اكتب حسب المنوال، برك هذا هو السؤال ببساطة شديدة. لدينا الشطيرتان، ماذا اكتب هنا؟ اكتب اللتان، اللتان اشتريتها لذيذة، لذيذة. اذا اعيد هنا اشتريتهما، هنا لذيذة له ما نقولوش لي انها تصلح، نقول هذه ثمرة لذيذة، نقول هذه ثمار لذيذة. اذا نتركها، نترك لذيذة كما هي، لذلك تركناها فقط. اعيد هنا اشتريتهما، اللتان نعاود لكم ابنائي، اللتان واللذان تكتب بلامين، بلامين وليست لام واحدة. اذا نستجدونه بالموقع